لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 22 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 7:10 مساء. عندنا كمان عطارد وأورانوس في الحمل، والشمس وفينوس في الثور، والمريخ وبلوتو في الجدي، ونبتون في الحوت، والمشتري بيتراجع في العقرب، وزحل بيتراجع في الجدي. وعندنا النهاردة في حالة تنافر جديدة، القمر بيتنافر مع المريخ عند درجة 19 ومع بلوتو عند درجة 21. القمر في السرطان طبعا، وبيتنافر مع المريخ اللي في الجدي عند درجة 19 ومع بلوتو عند درجة 21، وبلوتو طبعا في الجدي. في كمان حالة فلكية جديدة النهاردة، هو يوم مليان بالحالات الفلكية. بلوتو النهاردة بيبدأ في التراجع في برج الجدي الساعة 12:45 الظهر، يعني وهيبدأ في التراجع عند درجة 21 من برج الجدي. كده هينضم لزحل في التراجع، هيبقى زحل وبلوتو الاثنين بيتراجعوا في برج الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتعمل ايه في ال 12. نبدأ ببرج الحمل. الحمل للأسف النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، خصوصا على المستوى العائلي والاجتماعي، ومهم جدا انه مواليد الحمل ما يسيبوش ضغوط الحياة تخليهم يفقدوا توازنهم النفسي، يحاولوا يكونوا متماسكين وما يدخلوش في اي جدال يؤدي لصدام مع الاهل ومع القرايب ومع العلاقات عموما اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الثور. والثور عندهم النهاردة القمر بيدعمهم جدا في منزل العلاقات، حتى لو في كواكب بتتراجع وتخلي الدنيا تمشي ببطء مع كل الأبراج، لكن برضو الثور هيكونوا عندهم فينوس في برجهم بيديهم سحر وجاذبية وصحبة حلوة وطاقة عاطفية كويسة، فينعموا بالحب وينعموا بالصحبة الحلوة إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء عندهم للأسف تنافر فلكي في منازل المال، ومطلوب من الجوزاء النهاردة كمان ما يغلوش في الأمور المالية خالص، ويحاولوا يتجنبوا أي قرارات ممكن تدخلهم في مشاكل مالية. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيديهم ثقة بالنفس هايلة، ويقدروا يخلوا الامور تمشي زي ما هم عاوزين، يعني هيعرفوا يفرضوا ارادتهم ويفرضوا نفوذهم. نروح بعد كده لبرج الاسد. والاسد عندهم النهاردة تنافر فلكي في منازل الصحة، ومهم جدا ان مواليد الاسد يهتموا اكتر بصحتهم وسلامتهم، واذا حسوا ان طاقتهم قليلة او بيميلوا للتكاسل المهم ياخدوا وقتهم من الراحة عشان يستعيدوا حيويتهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. والعذراء النهاردة عندهم الفلك بيدعمهم اجتماعيا ومهنيا، يقدروا يحصلوا على دعم الاصحاب ليهم واللي بيحبوهم، يقفوا جنبهم جدا. كمان لو عندهم مشاريع خاصة هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم وأعمالهم. نروح بعد كده لبرج الميزان. والميزان مازال القمر في وضع معاكس معاهم، ومهم ان مواليد الميزان يكونوا حذرين في كل خطوة بيعملوها، ويحموا نفسهم من اي مكائد خصوصا على الصعيد المهني. كمان مطلوب من مواليد الميزان ان هم ياخدوا احتياطاتهم وهم بيتقدموا. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم الحظ بيحالفهم جدا، لان القمر في منزل الحظ، ويقدروا يحققوا مكاسب مالية، وكمان يقدروا يوطدوا علاقتهم بجهات اجنبية لو بيتعاملوا مع جهات اجنبية، ومواليد العقرب يقدروا يخططوا السفر او يقوموا برحلة وسفر النهاردة. نروح بعد كده لبرج الخوف. الخوف عندهم تنافر فلكي في منازل المال،
ده مهم جدا انه مواليد الكوس النهارده يتجنبوا المغامره في الامور الماليه. ممكن يكون بتشغيلهم النهارده قضايا ماليه، ومطلوب منهم يفكروا بحكمه عشان يعرفوا يتغلبوا على اي مشكله بتقابلهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهارده للاسف القمر مازال في مواجهه برجهم، وده ممكن يخليهم يميلوا للعناد وللعصبيه، فمطلوب منهم ان هم يتجنبوا التذمر والعنف في التعبير عن ارائهم او عن اعتراضهم على اي شيء. كمان لو متجوزين مواليد الجدي يحاولوا يكونوا اهدى ومرنين اكتر مع شركاء الحياه، وده برضو ينطبق مع اي شراكه في الشغل. نروح بعد كده لبرج الدلو. والدلو للاسف عندهم تنافر فلكي في منازل الصحه، ممكن يقلل طاقتهم. فهقول لمواليد الدلو النهارده لو شعرتم بالتكاسل خدوا وقتكم في الراحه، بس برضو تقوموا بالواجب اللي عليكم اولا، وبعد كده ارتاحوا عشان تستعيدوا حيويتكم وصحتكم من جديد. نروح بعد كده لبرج الحوت، وهنلاقي ان الحوت عندهم منتهى الحب. النهارده يوم رائع عاطفيا بالنسبه لمواليد الحوت، والقمر في منزل الحب بيديهم طاقه وبيديهم يوم رومانسي، يقدروا يقضوا اوقات حلوه. وكمان لو عندهم اولاد هيعرفوا يوطدوا علاقتهم باولادهم، ويعرفوا يحسنوا التصرف كمان في الشغل. ولو بيلعبوا رياضة النهاردة يوم هايل لممارسة الرياضة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.